مساءكم سعيد مشاهدينا، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من الأولى تتابعون فيها. بمراكش إعطاء انطلاقة تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة الخاصة بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي تنزيلا من مضامين إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 متواصلة عبر جهات المملكة، وتأكيد من الوكالة الأوروبية للأدوية على أن اللقاح أسترازينيكا آمن وفعال وغير مرتبط بخطر أكبر بحصول تجلطات دموية. السوق التضامني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بالدار البيضاء تجربة فريدة تمكن التعاونيات الفلاحية من عرض منتوجاتها بطريقة عصرية. 4 سنوات مرت على هذه التجربة والحصيلة إيجابية. مستويات مقلقة من التلوث بلغتها مياه وادي أبي رقراق بكل من الرباط وصل نتيجة تسرب مخلفات مطرح النفايات بمنطقة أم عزة، الأمر الذي يشكل تهديدا للمنظومة البيئية بالعاصمة. مستهل النشرة من مراكش وإعطاء انطلاقة تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة الخاصة بإلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة النيابة العامة. هذه الاتفاقية تترجم على أرض الواقع مضامين إعلان مراكش للقضاء على العنف الذي تم توقيعه في مارس 2020 بين يدي صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا مريم. أمين علام، معتصم بالله بعزاوي، وعبد الإله لشب. علاقة تفاعلية تربط إشكالية الهدر المدرسي بظاهرة زواج القاصرات التي تسجل نسبا مقلقة في بلادنا خاصة في الوسط القروي. شهادة حية لفتيات في مقتبل العمر حرمن من حقهن في الدراسة ورغمن على الزواج تم استعراضها في هذا الشريط لإبراز الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة بمناسبة الإعلان عن تنزيل الاتفاقية الإطار للشراكة بين النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة مراكش أسف التي تسجل نسبا مقلقة للهدر المدرسي. نطلق هذه المبادرة اليوم من جهة مراكش آسفي، فإن مرجعية ذلك تعود إلى أن أرقام الهدر المدرسي المسجلة وكذلك أرقام أو حالات زواج القاصر المسجلة بهذه الجهة تعد أعلى نسبة في المملكة. الاتفاقية تأتي تفعيلا لمضامين إعلان مراكش للقضاء على العنف الذي تم توقيعه السنة الماضية بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وتنبني على ضمان حق القاصرات في التمدرس إلى نهاية التعليم الإلزامي على الأقل. إنجاح هذا الرهان رهين بتفعيل الالتقائية بين القطاعات ومن بينها النيابة العامة. نحن سنرتب عمل مشترك مع وزارة التربية الوطنية ومع السلطات المحلية ومصالح الأمن والدرك الملكي من أجل تحسيس المواطنين بخطورة هذا العمل على مصالح الفضلة للفتيات، وأيضا من أجل تطبيق القانون المتعلق بمنع الهدر المدرسي. 10% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 11 و15 سنة ينقطعون عن الدراسة. بجهة مراكش آسفي يناهز عدد المنقطعين 26 ألف تلميذ وتلميذة. محاربة هذه الظاهرة تندرج ضمن استراتيجية تعتمد على مقاربات متعددة. الجانب الوقائي الخاص يعني استباقي خاص بالتحسيس والإخبار والتكوين والتعبئة يعني فردية ومجتمعية، وجانب علاجي متعلق بالعرض المدرسي من خدمات دعم اجتماعي من داخليات ومطاعم وبرنامج تيسير ومبادرة يعني اللوازم المدرسية ويعني مواكبة تربوية ودعم للتمدرس. مشروع نموذجي ينطلق من جهة مراكش آسفي ليشمل جهات أخرى لضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال ومحاربة زواج القاصرات كواحدة من الظواهر التي تؤثر في مؤشرات التنمية في بلادنا. من بين الأسباب المؤدية للهدر المدرسي في صفوف الفتيات زواج القاصرات، ظاهرة مجتمعية بتداعيات خطيرة تتطلب مجهودات للحد منها. نتابع مجموعة من الشهادات المؤثرة. We'll be right back.
أنا اسمي فاطمة أسكوف وعندي 15 عام متزوج غير بالفاتحة. فهاد المنطقة ديال بقنا الصلاة كيجوجو بناتهم صغار بزاف، يعني كيجيو العائلة بيناتهم فهمتي، كيجي واحد في العائلة بحكا كيطلب له شي حاجة صافي، يعني صافي جات الجماعة جوجات صافي راه جوجات صافي. كاين اللي عندها أربعة ديال الدراري عاد كدير ديك ثبوت الزوجية. مشيت للمحكمة فاش كان عندي 17 عام صافي، بقى كيسول فيا قال لي علاش تزوجي انت كملي قرايتك حسن لك، قلت لي بغيت صافي غير بغيت نتزوج. الا فات 18 عام حتى واحد ما غادي يتزوجها حيت كيقولوا لها فات ليها التاريخ. اول مره جاوا ليها ياك شافوها هي باقي كتقرا كتمشي للقرا كيمشيو قدام المدرسه كيجيبوها في الطوموبيل تقولوا لها راه غادي نتزوجك غادي انت ديري داكشي اللي بغيتي. نذكر فاس نسول المصيا اللي يطمون الوالدين النور نوري ولا وانا ما يدعش اللي ندرس والو. انا ما عرفتش كيفاش غنسن فراسي، واش طفله ولا متزوجه ولا مطلقه، ضيعت راسي وضيعت حياتي. حمايه الاطفال عموما هي واحده من الأولويات التي تنهجها رئاسة النيابة العامة في سياستها القضائية، وفي هذا الإطار نعتبر أن زواج القاصرات أو زواج القاصرين عموما هو في كثير من الحالات يكون جناية في حق القاصرين أو القاصرات. إذا كان مباحا بمقتضى القانون في بعض الحالات الاستثنائية فإننا نسعى إلى دعوة أعضاء النيابة العامة إلى تقليص تلك الحالات الاستثنائية على الحالات الضرورية، ولكن عموما نعتقد على أن وضعية الطفل أو الطفلة في سن المراهقة وقبل بلوغ سن الرشد يجب أن يكون داخل على صفوف المدرسة وليس في بيت الزوجية، لأن الطفل أو الطفلة لا يمكن أن يربي طفلا أو طفلة. فإذا نعتقد على أن المصلحة الفضلى للقاصر تدفعنا إلى أن نناضل في إطار قوانين المملكة المختلفة على الحد ما أمكن من زواج القاصرات. كنت منا لو كان كنت نقدر ما نتزوج ونكمل القراية ديالي. نقول صراحة مع راسي كون غير ما تزوجش ديك الساعة كون غير كملت قرايتي على الأقل بعدا تنشد الباك بعدا باش نقدر غير نخدم منه بعدا ونعيش راسي ونعيش بنتي وكل شيء. أنا كنخمم في بنتي ليل ونهار، لأن في حالها كيقراو في حالها باقي صغير باقي بغات كل شيء. حسيت براسي ضيعت واحد الحاجة ثمينة حيت الدراسة ديالي كانت عزيزة عليا وما عرفتش كيفاش حسها خليتها أنا. الدراسة ديالي يمكن هذه الحاجة الوحيدة. اللي عندما لها حياتي كاملة. ستساهم هذه الاتفاقية بالتأكيد في توسيع مجالات التدخل وتقوية التنسيق مع مختلف القطاعات والمتدخلين المؤسساتيين ولا سيما النيابة العامة، على الخصوص لتفعيل وتنفيذ قانون إلزامية التعليم ومحاربة العنف والحد من زواج القاصرات عبر آليات الإشعار والتدخل السباقي والتدابير العلاجية. إن شاء الله هيدفع الباك اللي برهد العام إن شاء الله، إن شاء الله إلى جاب الله نجح فيه إن شاء الله ونكمل قرايتي لكتاب. المدينة اللي كنت عايشة فيها بالدلسة حاليا أنا دابا مع الوالدين ديالي، جيت لهذا المركز اللي غادي يساعدوني باش نعمل شي تكوين وتكون عندي خدمة نعيش منها، عمل نعيش منه بكرامتي، ونحاول نرجع واخا غير شوية من داكشي اللي ضيعته. نصيحة لأي بنت، ما تسمعش من القرايه ديالها حيت الخيال ماشي هو الواقع.
وللمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع كان لنا قبل قليل اتصال بالسيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة من الدخلة، وسألناها عن مضامين الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة بخصوص تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة الخاصة بإلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. كما في علمكم وتنفيذا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، اليوم أطلقنا من مدينة مراكش التفعيل الرسمي لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة لمناهضة زواج الفتاة القاصر، وذلك عبر الحد من الهدر المدرسي، ولا سيما بتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي 0402. وعن أهم التزامات الطرفين بموجب هذه الاتفاقية يقول وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد أمزازي. تتضمن هذه الاتفاقية التزامات الطرفين، ومن أهمها بالنسبة للوزارة هو القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لدى الأطفال داخل الفضاء المدرسي وخارجه لتعريف بالآثار الوخيمة لهذا الهدر المدرسي، ولا سيما لدى الفتاة القروية. المبادرة الثانية هي تعبئة الفاعلين التربويين وشركاء المجتمع المدني والسلطات الترابية للقيام بمبادرات مشتركة للوقاية من الهدر المدرسي. الإجراء الثالث هو إرجاع الأطفال المنقطعين من الدراسة إلى الوسط المدرسي، أو منحهم فرص إضافية للتمدرس الاستدراكي، ولا سيما عبر تجربة مدارس فرص الثانية من الجيل الجديد. بالنسبة للنيابة العامة فهي مدعوة للقيام بالتحريات اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للانقطاع الدراسي وتحسيس الآباء وأولياء الأمور عن خطورة هذا الهدر المدرسي، وباعتبار أن هذا الفعل هو مجرم قانونا ويمكن أن تنتج عنه جزاءات قانونية عند التعذر هذه الأسر إرجاع الأطفال للدراسة عند الاقتضاء. انعقد مجلس للحكومة اليوم بتقنية المناظرة المرئية. المجلس تدرس وصدق على عدد من مشاريع المراسيم، وفي بداية أشغاله حذر رئيس الحكومة من الأخبار الزائفة التي تمس سير حملة التلقيح الوطنية. في المتابعة قيس محسن. في مسالي أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أكد رئيس الحكومة على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة التي تمس سير حملة التلقيح الوطنية، منوها بأداء اللجنة الوطنية العلمية، ومشيدا في ذات السياق بالمجهودات المبذولة من أجل توفير المزيد من اللقاحات للمملكة في سبيل تحقيق مناعة جماعية تعيد الحياة لسابق عهدها. وفي انتظار بلوغ ذلك، أكد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية التي تم تمديد سريان مفعولها مرة أخرى منذ بداية الأسبوع الحالي لإنجاح هذا المجهود الوطني. وأشاد السيد رئيس الحكومة بالتقدم المضطرد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث حيا باسم المواطنين الفرق الصحية والأمنية وجميع المتدخلين
الذين يساهمون في إنجاح هذه الحملة الوطنية التي عرفت إلى حدود الساعة تقديم حوالي 6 ملايين جرعة، مما يجعل بلادنا تتصدر دول القارة الإفريقية ونموذجاً استحق إشادات دولية. وبخصوص ما أثير مؤخرا حول لقاح أسترازينيكا، أشار رئيس الحكومة أن اللجنة الوطنية العلمية أصدرت رأيها العلمي بهذا الشأن، والذي يطابق موقف منظمة الصحة العالمية وموقف الوكالة الأوروبية للأدوية. اللجنة الوطنية العلمية بالمغرب أصدرت رأيها العلمي بهذا الشأن، والذي انطلق من دراسة دقيقة وعلمية لآثار هذا اللقاح ببلادنا وعبر العالم، قبل أن يخلص إلى إقرار الاستمرار في استعماله في عملية التلقيح، وهو الرأي الذي يطابق موقف منظمة الصحة العالمية وموقف الوكالة الأوروبية للأدوية. إثر ذلك تدارس المجلس وصدق على مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، باعتباره مشروعا يروم وضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل، وذلك من خلال عدة مقتضيات جديدة، من بينها سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، جعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر تحملات، منع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي. مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية، قبل أن يصادق على مشروع مرسوم لسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا. ويحدد مشروع هذا المرسوم الذي قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم خلال فترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط. المجلس تدارس وصدق أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بتسنيد الأصول والهدف إلى إحالة تحديد شروط وكيفيات منح التمويلات من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. عبر مختلف ربوع المملكة عملية تلقيح ضد فيروس كورونا متواصلة، وبلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى 4,252,723 شخصا، ينضاف إليهم 2,246,750 شخصا تلقوا الحقنة الثانية. أما عدد الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية فقد بلغ 487 حالة إصابة، فيما تم تسجيل 574 حالة شفاء وثلاثة حالات وفاة. وفي ملف التلقيح ضد فيروس كورونا، إقبال مهم للأجانب المقيمين بالمغرب على مراكز التلقيح لتلقي جرعات اللقاح. الصورة من مراكش مع سمير أصبان والمعتصم بالله بعزاوي. أمام اللقاح المضاد لكورونا لا فرق بين مغربي وأجنبي، وحده العمر من يحسم في الاستفادة من اللقاح. بعضهم قدم لأول مرة إلى هذا المركز الخاص بالتلقيح في مراكش، وآخرون ينتظرون دورهم لتلقي الحقنة الثانية. المواعيد مضبوطة، وهؤلاء الأجانب حرصوا على الالتزام بها. أهنئ المغرب على هذا التنظيم المحكم لعملية التلقيح. العملية تتم دون تمييز بين المغاربة والأجانب. نحن ممتنون حقا للمغرب.
Je trouve l'initiative du roi extraordinaire et le travail qui a été fait. أرى أن هذه المبادرة الملكية بتلقيح الأجانب رائعة جدا. أعجبتني كثيرا طريقة تنظيم هذه العملية. العمل هنا يستحق التنويه. توصلت أمس برسالتين عبر الهاتف لتأكيد موعد تلقي الحقنة الثانية من اللقاح. الفرنسية دانييل مستقرة في المغرب منذ عقد من الزمن، مقبلة الآن على تلقي الحقنة الثانية، خطوة تعني لها الكثير. مبادرة جيدة من قبل جلالة الملك، لأننا في حاجة ماسة إلى التلقيح، وهذه الحملة هي أملنا في التخفيف من انتشار الفيروس. أزيد من 150 أجنبياً مقيماً بمراكش استفادوا من الجرعة الثانية من اللقاح في هذا المركز الصحي، وتيرة سير العملية حفزتهم أكثر على الإقبال على خطوة التلقيح. أحب هذا البلد، تفاجأت حقا بمستوى هذا التنظيم. أشكر جلالة الملك على تمكين الأجانب من الاستفادة من اللقاح كباقي المغاربة. مستوى التنظيم حقا عال. جئت لتلقي الحقنة الثانية من اللقاح بسلاسة وبشكل منظم، استفدت من التلقيح. العملية تمت بشكل جيد بالنسبة للجميع. وفق تنظيم محكم، تواصل المملكة حملة تمنيع المغاربة كما الأجانب في أفق تطعيم 80% من الساكنة التي يمثل فيها الأجانب حوالي 0.25%. ومن مدينة العيون، أعضاء البعثات التعليمية الأجنبية بالمغرب يشيدون بالمبادرة الإنسانية لجلالة الملك لتمكينهم من الاستفادة من اللقاح أسوة بالمواطنين المغاربة. لنتابع هذه التصريحات. تجربة التلقيح مرت في ظروف جيدة، تلقيت الحقنتين الأولى والثانية دون أي مشاكل، كما تم استقبالنا بشكل جيد في مركز التلقيح. كأجنبية أرى أن العملية تمت بشكل محكم مقارنة مع دول كثيرة. Nous avons eu la chance d'être vaccinés. أنا محظوظ بتلقي التلقيح بالمغرب ضمن فئة رجال التعليم فوق 45 سنة. نشكر جلالة الملك وكل العاملين في القطاع الصحي على احترافيتهم والاستقبال الجيد الذي حظينا به. نهنئ المغرب على نجاح هذه العملية. أنا سعيد أن أكون من بين الملقحين على غرار باقي الأساتذة الذين يفوق عمرهم 45 سنة. أرى أنها مبادرة جيدة لحمايتنا وحماية التلاميذ. أشكر المغرب على حملة التلقيح هاته التي شملتنا أيضا كأجانب. هي عملية مهمة لاستمرار الدراسة في أحسن الظروف. أريد أن أشكر المملكة المغربية على التنظيم الجيد وسرعة حملة التلقيح. العاملون بالإعدادية الإسبانية بالعيون تم تطعيمهم وتمت العملية في ظروف جيدة. الوكالة الأوروبية للأدوية تحسم الجدل وتعلن اليوم أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال وغير مرتبط بخطر أكبر بحصول تجلطات دموية. خالد الأحمدي. الوكالة الأوروبية للأدوية تحدو حدوى منظمة الصحة العالمية وتوصي من جديد باستخدام لقاح أسترازينيكا الذي علقت التطعيم به 15 دولة إثر إصابة بعض الملقحين بتجلط في الدم. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. لجنة الخبراء توصلت إلى خلاصة علمية واضحة، لقاح أسترازينيكا آمن وفعال، إن منافعه في حماية الناس من كوفيد-19 وتقليل من الوفيات وحالة الاستشفاء تفوق مخاطره. اللجنة العلمية خلصت أيضا إلى أن اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات في الدم.
نفس الموقف تتبناه اليوم هيئة بريطانية مستقلة للصحة بعد تقييمها للقاح أسترازينيكا وفايزر بايونتك. الهيئة البريطانية تؤكد أنه لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في حال التطعيم باللقاحين. المفوضية الأوروبية تعلن أنها ستفعل إجراء تعاقديا لحل النزاع مع أسترازينيكا، سيما في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في دول الاتحاد الأوروبي، إذ تعود والعديد من الدول الأوروبية إلى الإغلاق. بفرنسا الحكومة تفرض إغلاقا تاما جديدا لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من ضمنها باريس وضواحيها اعتبارا من يوم الجمعة مع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تقترب حصيلته من عتبة 100,000 وفاة في البلاد. التدبير النموذجي للمغرب لجائحة كوفيد 19 ولا سيما نجاح حملة التلقيح تعكس جدية ومصداقية المملكة كشريك يحظى بالمصداقية على الساحة الدولية، التأكيد لوزير الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية هنغاريا بيتر زيجاردو خلال مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. الوزيران أشاد بالعلاقات الممتازة بين البلدين، وهو ما يتماشى تماما مع رؤية جلالة الملكة الرامية إلى تنويع الشراكات داخل الاتحاد الأوروبي. مرت 4 سنوات على افتتاح السوق التضامني بالدار البيضاء، سوق خصص لعرض منتوجات التعاونية الفلاحية بطريقة عصرية، الأمر الذي جعل الإقبال عليها كبيرا من طرف الزبناء. خالد أزدون ومحمد العرب. ارتبط المغاربة منذ القدم بكل ما هو نابع من الأرض، لذلك حافظ نظامهم الغذائي وطريقة عيشهم على المواد الطبيعية، لهذا تجدهم أحرص الناس على اقتناء مواد معينة يكاد لا يخلو بيت مغربي منها. السوق التضامني مثلا يلبي هذه الحاجيات، فكان لمبادرة مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ 4 سنوات أن خلقت هذا السوق، وذلك لتقريب هذه المنتجات المجالية من الزبناء. عسل بكل أنواعه وزيوت من شجر الزيتون والأرقان ومواد تجميل طبيعية خالصة، القاسم المشترك بينها أنها من صنع أهل الاختصاص ومن الأرض إلى الرفوف. كيعجبنا هنا نقي وزوين، وكدير زوج ديال العيالات نقي، الزيتون هو نقي، القامات هي نقية، كل شيء. داكشي علاش كنجيو هنايا، كاع داكشي كيعطونا، كيعطونا داكشي بيو هنا، بحال كتأمن دونك كتعرف الناس اللي مصوبينو، وكتجي كتلقى من كاع البلايص ديال المغرب، الناس اللي مختصه بارغان كتصيفط ارغان، الناس اللي مختصه باللوز كتصيفط اللوز. مابقاش كنثيقوا في هذاك الشيء ديال المعلبات الاخرين، داك الشيء ديال الكونسيرف، وهذا الشيء بحكم راه طبيعي راه كيعجبنا، قالوا لينا كنلتجئوا للطبيعه. مرت 4 سنوات على افتتاح هذا السوق، زبائنه في تزايد مستمر، وجدوا ما يبحثون عنه بين هذه الرفوف بعدما تعهد السوق بضمان جودة المعروضات طيلة هذه المدة. الثقة اللي كنزيد هو أن كنقوموا بعض الزيارات وكنعملوا من بعد أعضاء ديال مجلس الإدارة ديال السوق التضامني، منها لادا ومنها لونسا، هادو كلهم معنا في السوق التضامني اللي كيقوموا بمراقبة هاد المنتوجات عند التعاونيات. إذن هنا كنضمنوا واحد الجودة، وإلى جانب هذا كنقوموا بمراقبة المواد بإجراء التحاليل للمواد خصوصا العسل وزيت الزيتون. بفضل السوق التضامني تستفيد التعاونيات من برنامج رفع القدرات والتحديث، وذلك في إطار يراقب شروط السلامة الصحية من طرف الشركاء المكلفين بتدبير هذا السوق التضامني. نتحول صوب مدينة الدخل التي تتواصل بها زيارة الوفد الاقتصادي من إقليم الباسك الإسباني. أعين المستثمرين الإسبان على اكتشاف إمكانيات الاستثمار بالصحراء المغربية في قطاعات واعدة كالصيد البحري والطاقات المتجددة. بكار دليمي ومحمد يداس. بهدف البحث عن سبل التعاون في قطاع الصيد البحري، تأتي زيارة وفد رجال الأعمال من إقليم الباسك إلى مدينة الداخلة، زيارة ميدانية لميناء الداخلة. وقف خلالها المستثمرون الإسبان على المؤهلات البحرية وعلى حجم البنيات التحتية في مجال الصيد البحري التي تتوفر عليها الجهة.
قبل أيام جئنا إلى المغرب وكان من الضروري أن نزور مدينة الدخلة لبحث فرص للشراكة بهذه الربوع من المملكة المغربية. اغتنمنا الفرصة للاطلاع على قطاع الصيد البحري لكونه قطاعا مهما جدا، ونعرف أن 40% من المعاملات بين إسبانيا والمغرب تتم في مجالات الصيد البحري، وهو ما يتيح إمكانيات واعدة للشراكة في المستقبل. قطاع تحويل وتثمين المنتجات البحرية والاستزراع المائي بالداخل كان أيضا محط اهتمام هذا الوفد الباسكي من خلال عدد من الزيارات الميدانية لوحدات تجميد وتصبير الأسماك، والهدف الاطلاع على تجربة المغرب في هذا المجال بالأقاليم الجنوبية وسبل الاستثمار المتاحة. نحن هنا لإنجاز استثمارات بالمغرب ولملف الدخلة. نحن معجبون بالبنية التحتية الهائلة هنا. أنتم لكم دراية كبيرة في مجال الصناعات التحويلية للمنتجات السمكية، ولنا خبرة في هذا المجال، نعتزم مشاركتها مع المستثمرين المغاربة في إطار شراكة رابح رابح في المستقبل. con el objetivo fundamental de que ganemos siempre las dos partes. تأتي هذه الزيارة لتعزيز دوريات الدبلوماسية الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا. الوفد عقد سلسلة من اللقاءات مع السلطات المحلية للجهة خصصت لعرض مجموعة من المشاريع الهامة والتي من شأنها أن تساهم في تحريك وتنمية المبادرات التجارية وتحقيق الاستثمارات الإسبانية الباسكية في جهة الداخل وادي الذهب. اليوم قام بزيارتنا وفد من رجال الأعمال الإسبانيين، يعني اللي اطلع على مدى التطور بالأقاليم الجنوبية يعني تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله، وأيضا اللي اطلع على فرص الاستثمار، وقمنا بيعني عرض مشاريع المهيكلة اللي فطر الإنجاز بالجهة، وأيضا عرض المؤهلات الطبيعية والمؤهلات الاقتصادية بالجهات الداخلة وكذا. عروض مختلفة عن مجالات الاستثمار المتاحة بجهة الداخل وادي الذهب والحوافز استكشفها الوفد الإسباني لدى زيارتهم لمدينة الداخل ضمن اللقاءات مع المسؤولين خصوصا في مجال الصيد البحري والصناعات المرتبطة به. اليوم العالمي لإعادة تدوير النفايات نتوقف عند المجهودات والتجارب الوطنية لتثمين النفايات الصناعية وحماية البيئة. أمينها الناوي ومحمد شيكير. منذ سنة 2017 تقوم هذه الوحدة الصناعية المتواجدة بنواحي برشيد بإعادة تدوير ملايين القنينة البلاستيكية التي يتم تجميعها بمختلف مدن المملكة لصناعة ألياف البوليستير باعتماد التقنيات الحديثة في هذا المجال، مشروع يساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير منتوج صناعي ذو جودة عالية بالإضافة إلى توفير مناصب الشغل. الأهمية ديال الاستثمار في هذا المجال ديال إعادة تدوير النفايات وهو الحفاظ على البيئة الحاضرة والمستقبلية وتشغيل آلاف من العمال. هذه القرعة هذه خصها 450 عام باش ديكومبوزا، ومي كديكومبوزا كدير أضرار بيئية جسيمة. لو ريسيكلاج غادي نوصلوا بواحد النتائج كبيرة، غادي نخدموا يد عاملة كثيرة، غادي نخدموا غادي نحافظوا بلادنا على 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 وغادي نكونوا من الدول المتقدمه. المغرب صراحه المغرب ديال الامس والمغرب ديال اليوم راه المغرب تطور كبير. وبهذه الوحدة الصناعية المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية تتم معالجة النفايات الصناعية قصد إنتاج أزيد من 40,000 طن من المواد الأولية سنويا. قطاع حيوي كيوفر مواد أولية لمجموعة ديال الشركات، كيوفر يد عاملة في المجال، وكيحافظ على البيئة من خلال أنه كيقلل من المواد اللي كتمشي للتمر. ولتوفير المواد الأولية الخاصة بصناعة تدوير النفايات شرعت عدة جمعيات مهنية في عقد شراكات واتفاقيات مع بعض الفاعلين في هذا المجال قصد إنشاء مراكز لفرز وتثمين النفايات. خلق مراكز ديال صنع وإنتاج لفيبر دو بوليستير. غادي نبداو بالدار البيضاء اللي راه جاهز الان، دابا راهو في المرحله ديال الصي، وغادي نوسعوا على باقي الجهات ديال 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 المغرب. المواد اللي حنا توصلنا لهم اللي هما ضارين بالبيئه
اللي ردينهم قيمه مضافه، ردينا مواد اوليه ذات قيمه، يعني تلك المواد العضويه اللي كتبقى كتمشي لنا للمطاريح ديفلوبيناها ورديناها اسمده فلاحيه. قطاع تدوير النفايات الذي تخلده مختلف دول العالم يوم 18 مارس من كل سنة بإمكانه توفير آلاف مناصب العمل مع الحفاظ على التوازن البيئي والموارد الطبيعية، خصوصا وأن المملكة تنشي سنويا أزيد من 7 ملايين طن من النفايات. في الشأن البيئي دائما مستويات مقلقة من التلوث بلغتها مياه وادي أبي رقراق بكل من الرباط وصل نتيجة تسرب مخلفات مطرح النفايات بمنطقة أم عزة، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بشأن المنظومة البيئية بالعاصمة. عبد الحميد جبران وعبد الفتاح الزوي. نهر أبي رقراق لطالما كان متنفسا طبيعيا ورئة بيئية للعاصمة الرباط والسلا، بيد أنه أضحى خلال الآونة الأخيرة يئن تحت وطأة التلوث، مياه آسنة وروائح كريهة تسكم الأنوف، وحتى الأسماك لم تسلم من هذا الوضع، وهو ما أكده لنا هؤلاء الصيادون. لاحظنا هذه الأيام الأخيرة بأن واد برقراق فيه واحد الرائحة كريهة اللي ظهرت مؤخرا، واللون تاع الماء هو تغير، ما بقاش هذاك اللون تاعه الطبيعي، ولا واحد اللون قاتم. كان الواد مزيان ودابا ولا تلوت بالمعقول. حنا ولينا كنجيو ولدي هنا ما كنديو تقريبا والو، انا جايب هنا ديت 4 ديال الحوتات وديال اللي ديت. لمعرفه سبب هذا التلوث قصدنا منطقه ام عزه على بعد حوالي 20 كيلومترا عن الرباط، حيث يستقبل مطرح النفايات هذا يوميا الأطنان من نفايات العاصمة والمدن المجاورة لها، مطرح يخلف كميات كبيرة جدا من عصارة النفايات أو ما تعرف بالليكسيفيا، يتم تجميعها في هذه الأحواض منذ سنوات دون معالجة، وهو ما أدى إلى تسرب كميات منها للفرشة المائية ولمجرى نهر أبي رقراق، خصوصا مع التساقطات المطرية المهمة هذه السنة. الضرر ديال الوليدات، الضرر ديال التنفس، الضيقة ديال التنفس، الحيوانات، الأرض، التربة ما بقات صالحة، واللي زرعتيها كتمشي. غير كيحفروا هادو اللي كما تنقولوا لباسان وكيستوكيو فيهم الليكسيفيا، وراه كاين ستوكاج تقريبا ديال 6 سنين، أنا 5 سنين ديال ستوكاج. باش كنت صغيرة ما كنتش كنشم هاد الريحة، ولكن أنا باش كبرت دابا شوية وليت كنشم بزاف، وسبات لي بهاد الريحة، سبات لي الحساسية. أنا كطفلة صغيرة كنتمنى من هاد الشيء حيد. هذا واحد من الآبار الكثيرة التي كانت مصدرا رئيسيا لمياه الشرب والسقي لساكنة دوار شطاطبة، اليوم أضحت مياهه ملوثة وغير صالحة للاستعمال. من قبل كنا كنشربوا من الماء من البير، دابا ملي دخلت ليه الماء ديال الزبل ما بقيناش كنستعملوه، ما بقاش كيصلح لوالو. دابا كيصير السقي، دابا ما نعرف واش داكشي واش صحي ولا غير صحي، العلم لله. حنا كساكنه وكمجتمع مدني سبق لنا في السنوات اللي سبقات دقينا ناقوس الخطر، على اساس ان هذا الشيء هذا غيكون عنده تداعيات وغيكون عنده سلبيات كثيره على الفلاحه ولا الفرشه المائيه بالنسبه للابار، الفرشه المائيه بالنسبه للسطح. اشكاليه كان لزاما طرحها على الجهات المسؤوله، فنقلناها الى عمده السلا الذي يراس مؤسسه التعاون بين جماعات العاصمه المسؤوله عن تدبير مطارح النفايات، فكان جوابه كالتالي. اولا هذه التسربات توقفت، يعني ما بقات حتى شي حاجه كتسرب للواد من جميع المصادر المحتمله. والثانيه وهو انه التحاليل التي انجزت مؤخرا يعني كتبت انه ليس لها تاثير على الحياه داخل الواد، بحيث انه المستوى ديال الاكسجين مازال مرتفع. النقطه الثالثه وهو انه التحقيقات تفتحت باش يبان المصدر الحقيقي والرئيسي ديال هذيك التسربات. هو وضع بيئي مقلق في انتظار حلول مستدامه تعالج اشكاليه هذا المطرح وتحمي نهر ابي رقراق من اي خطر بيئي. فرن شمسي متعدد الاستعمالات ابتكار مغربي يلبي حاجيات ساكنة المناطق الجبلية والرحال من الطاقة، هو نتاج 3 سنوات من العمل بكلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة. عبد الرحيم بن شيخي ورشيد العتابي. فرن شمسي متطور كبديل للحطب بالعالم القروي، وبالتالي معالجة فعلية من أجل حماية المجال الغابوي من فرط الاستهلاك. البحث الجامعي في خدمة البيئة والحفاظ عليها، ومحترف علمي بإشراف أساتذة في تخصصات علمية متكاملة. الأمور ما كانت سهلة،
درنا شحال بروتوتيب اون بوغ لو فوار سي كو عاد وصلنا لهاد لا ديرنيير فيرسيون الوغ المشروع كما قلت دخل في اطار اتفاقيه بين المنظمه الوطنيه للتنميه البشريه ببركان لا بروفينس دو بركان اللي مولتنا تقريبا 20 حتى 25 فرن شمسي الى هاد الساكنه تاع الغابه. الفرن الاختراع نتاج شراكة بين جامعة محمد الأول كلية العلوم وجدة وجمعية البيئة والإنسان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويأتي بعد 3 سنوات من الاشتغال داخل مختبر كلية العلوم. بعد ما بدأنا بالدراسة النظرية اتضح أنه بالإمكان أننا يعني الفكرة قابلة للتطبيق، وبالتالي يمكن القيام بتجارب علمية بمركبات كهربائية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية. هذا الجهاز هو اللي يمكننا أن نوصله هذه التمبيراتور حتى ل 400-500 دقري ديال التياب. هذه لا بروميير طاش. لا دوزيام هاد لي سيستيم دونك غادي نعطيوهم الناس في البوادي، دونك خاصنا نديرو واحد ان سويفي ا ديستانس. النتائج محصله هي نتائج ايجابيه، قمنا بدراسات نظريه ودراسات تجريبيه والنتائج محصله هي نتائج ايجابيه تجعل من هذا الفرن يمكن ان يعوض الحطب في المجال القروي. بين خدمة الفرن والإنارة تتراوح مهمة هذا الاختراع الذي يؤسس لانفتاح الجامعة على محيطها ويكرس خدمة البيئة. حادثة سير مميتة شهدتها الطريق الجهوية الرابطة بين بوفكران ومرير تحديدا بمنطقة الدروش بالجامعة الترابية سيدي المخفي بإقليم إفران. الحادثة أودت بحياة شخصين، إيمان سلاوي وأحمد الفاضلي. من المقاطع الطرقية الخطيرة حسب توصيف مستعملي الطريق يعتبرونها نقطة سوداء تسببت في عدة حوادث للسير قاتلة وفاجعة جديدة تنضاف عقب حادثة سير مميتة على مستوى الطريق الجهوية رقم 712 الرابطة ما بين بوفكران بإقليم كناس ومريرت بإقليم خنيفرة بالنقطة الكيلومترية 32 زائد 600 بمنطقة دريوش بالجماعة الترابية سيدي المخفي إقليم إفران. الحادث خلف مقتل شخصين. الطريق هذه بالضبط في هذه المنطقة هذه تعتبر واحد النقطة سوداء بحكم أن تيوقعوا فيها حوادث بزاف. كنت أنا واحد المرة كنت جاي تتبومبي في هذه البلاصة ما عرفتش مالها واش هوتة ولا خاوية ولا ما عرفت شنو فيها بالضبط. جيت هذه القنطرة هذه وسمعت بأن وقعوا حوادث في وحدين مالي الكورة وهذا النهار مات السيد هو ومرته. ديما تندير هذا الطريق فيها الحفاري فيها تيوقعوا فيها كوارث ما فيها لا بلايك لا حتى حاجة توقف فيها الكسيد بزاف. هذه نقطة سوداء ما فيهاش علامة التشوير ما فيها والو فيها الكسيد يوميا والسيمانة هذه ماتوا فيها 4 واليوم 2. غياب علامات التشوير بهذا المقطع الطرقي أو السرعة المفرطة في القيادة قد تكون من أسباب الحادث، فالمناطق الجبلية الوعرة تتميز بصعوبة المنعرجات وتستدعي الحيطة أثناء القيادة. وهاد المقطع هذا دابا اللي وقعت فيه هاد الحادثه هادي كاين واحد ان بيتي سوكوس او نيفو ديال القنطره. كنا قمنا حطينا لي بوز ديال تحديد السرعه اللي كتجلى في 60 والعلامه التشوير ديال القنطره العلامه التشوير ديال واحد لي دودان كنعلموا بدوك لي دودان بان كاين ان ريسك تمايا. رغم ذلك ان مستعمل ديال هاد الطريق هادي كنوجه واحد النداء اللي كيستعملوا هاد الطريق بزاف راهم كيتمشاو بسرعه كبيره. الضحيتان تم نقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو، فمزيدا من الحيطة والحذر على الطرقات. في جديد أخبار الطقس، صخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية إلى السبت بعدد من أقاليم المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أفادت أن صخات رعدية من 40 إلى 60 ملم ستهم يوم السبت المقبل أقاليم الفحص، أنجرة والمضيق، فنيدق، طنجة، أصيلة، تطوان، الناظور، الحسيمة والدريوش. هذه الصخات الرعدية من المحتمل أن تكون مصحوبة محليا برياح قوية وتساقط للبرد بالإضافة إلى أمطار رعدية معتدلة من 15 إلى 25 ملم يوم الجمعة بأقاليم الحوز، الزلال، بني ملال، ميدلتا، الحاجب، مكناس، خميسات، الرشيدية وفاس. كما ستهم تساقطات ثلجية من 15 إلى 25 سنتيمتر خلال 24 ساعة إلى غاية الساعة 11 مساء من السبت المقبل أقاليم الحوز، الزلال، بني ملال، بولمان وميدلتا.
تطوير الاستثمار والشركات في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة محور لقاء نظمته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بمشاركة عدة فاعلين في الطاقات المتجددة. إيمان سلاوي وعبد الإله مزاحم. مؤهلات عديدة تزخر بها بلادنا في مجال الطاقات المتجددة هي طاقات ذات إمكانيات عالية مثل الهيدروجين الأخضر، وهذا اللقاء يسعى إلى تمتين وتقوية الاستثمارات والشراكات بين عدة مؤسسات وفاعلين في المجال. أعددنا خارطة الطريق فيما يتعلق بهذه الطاقة الجديدة الهيدروجين. المغرب مؤهل أن يكون له موقع استراتيجي في المستقبل، ولذلك أردنا أن نشكل هذا التجمع لكافة المتدخلين والمعنيين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، من الشركات أو الممولين أو الباحثين. هو لقاء سيعطي دفعة قوية لتطوير صناعات جديدة وتصديرها انطلاقا من الهيدروجين الأخضر، ولهذا الغرض تم تأسيس جمعية تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير البحث العلمي والابتكار. هذه الجمعية غادي تتكلف بإنشاء واحد ليكوسيستيم اللي تجمع بين البحث الابتكار والصناعة بواحد الميدان اللي هو غيكون ميدان مهم للبلد ديالنا. احنا البلد ديالنا عندنا واحد المؤهلات كبيرة بالنسبة للطاقات المتجددة. الهيدروجين الأخضر سيصبح من الطاقات المهمة في السنوات المقبلة. المغرب يجب أن يتموقع كبلد رائد في مجال استغلال هذه الطاقة، ولقد أخذ المغرب على عاتقه مبادرات هامة لتأهيل الطاقات المتجددة. الهيدروجين الأخضر من الطاقات المستقبلية، حيث تتجه بلدان العالم للتخلص من الطاقة التي مصدرها الوقود الأحفوري وتعويضها بالهيدروجين الأخضر من أجل سلامة البيئة. والمغرب يعتبر من البلدان التي اتجهت منذ سنوات للاعتماد على الطاقات البديلة كالرياح والماء والشمس. نصل بكم اللحظة مشاهدينا إلى اطلاعاتنا على الشأن الاقتصادي رفقة ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير نبيلة. البداية ستكون من إقليم الحسيمة وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب. بالفعل نبيلة كما ذكرتي، البداية من إقليم الحسيمة حيث تم وضع منصة رهن إشارة الشباب. هذه المنصة تهدف إلى فتح المجال أمام حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين من أجل مساعدتهم على تطوير مشاريعهم في إطار التشغيل الذاتي. خديجة زروال وحسن سيلا. فتحي من شباب مدينة الحسيمة حاصل على شهادة الباكالوريا. طموحه كان دائما خلق مشروع ذاتي، حلم لم يعد مستحيلا بعد إحداث منصة لتعزيز ريادة الأعمال لدى شباب إقليم الحسيمة. مع الجائحة هذه كيصعب علينا التنقل، ومع المنع اللي كاين من الحفلات، أنا جاتني فكرة داك المطبخ المهني اللي غيكون ديال تريتور، في نفس الوقت غادي يكون واحد المطعم اللي غيكون أدوميسيل اللي غنبقاو نطيبوا الماكلة ونديروا، نحاولوا نديروا مستقبلا واحد البلاتفورم ولا واحد لابليكاسيون باش نقدروا الناس يطلبوا فيها، يقدموا طلبات ديالهم باش حنا نوصل لهم الماكلة ديالهم فيما كاينين. وهذا الشيء هذا طبعا كيحتاج واحد التكوين وكيحتاج واحد المواكبه. كنستافدوا جدا من خبراء ومن يعني مختصين في المجالات الدعم والمواكبه والاستشاره وكل ما هو قانوني. يعني الشاب كيخرج من هذه المنصه هذه عنده مجموعه نتاع الافكار وعنده مجموعه نتاع التوجهات اللي كتقدر تعاونه في تنفيذ المشروع ديالو. حاليا داك المنصه ديال ارشاد بوين مال تسجل فيها ما يقارب 1000 شاب من اقليم الحسيمه، وتم انتقاء 4 ديال المجموعات اللي فيهم 80 اللي مكونه من 80 شاب وشابه اللي كيستافدوا حاليا من التكوين والمواكبه من طرف مكتب الدراسات المكلف بمحور رياده الاعمال في هذا البرنامج هذا. يشوفوا شنو فهمتوا من داك التكوين وكيحاولوا انهم منصة الشباب توفر المواكبة قبل وبعد إنشاء المشروع عبر سلسلة من الدورات التكوينية والمصاحبة الفردية لتنزيل المشاريع على أرض الواقع.
لوبجيكتيف ديالها هو اننا نجمعوا اون باز دو دوني باش نشوفوا شكون هما الناس اللي غادي يدخلوا معنا المراحل ديال المواكبه. دونك نمر واحد المرحله ديال الانتقاء كناخذوا شكون الشباب اللي غادي يدخلوا معنا لواحد المرحله قبليه او لاكومبانيمون بري كرياسيون اللي من خلاله كنديروا واحد الدوره تكوينيه جماعيه واحد المواكبه فرديه باش اننا كنعاونوا الحاملي المشاريع باش انهم يكادروا لي بروجي ديالهم وباش اننا نبريباريوهم لي بريزونطاسيون ديال لي دوسي ديالهم دوفون لا كوميسيون. دونك اون فوا كيستافدوا من الدعم المالي كنأكومبانيوهم بوست كرياسيون اي لوبجيكتيف بيان ايفيدامون أننا نعاونهمش أنهم يبيرينيزيو لي زاكتيفيتي ديالهم. محمد من شباب الحسيمة نجح في تحقيق مشروع خاص به بعد أن استفاد من الدعم والمواكبة. الكوموند ديالك راه عندنا هنايا، راه دابا نجيو. المشروع ديالنا هو خدمة ديال التوصيل السريع، والحمد لله يعني من خلال المواكبة ديال المبادرة والدعم يعني المادي استطعنا نخرجوا يعني المشروع ديالنا الحيز الوجود. جيل جديد من المبادرات يضمن إذن دخلا قارا للشباب عبر دعمهم للحصول على فرص عمل وتعزيز قدراتهم لتحقيق ذاتهم في عالم الشغل. أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين مشروع دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري. التفاصيل رفقة زينة إتلامين. ياخذنا غمار البحر في رحلة صيد طبعا ليست ترفيهية بل من أجل لقمة عيش. كل رحلة قد تكون محفوفة بالمخاطر، والخروج إلى اليم يعتمد على مزاج البحر، فلا يخلو الموسم من توقف اضطراري قد يطول أو يقصر مما يؤثر على مدخول هؤلاء النساء. المشروع اليوم يسعى للتمكين الاقتصادي للصيادات. هو مشروع شراكة وتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري يهم وضعية النساء في قطاع الصيد خصوصا في مجال التحويل. نود تقوية قدرات هؤلاء النساء. الصيد البحري قطاع لا يخلو من إكراهات، ظروف عمل صعبة ودخل غير مستقر، عوامل تعاني منها أيضا المرأة الصيادة. C'est un programme qui est là pour aider et structurer la femme. هذا البرنامج يسعى لمساعدة وهيكلة مجال عمل النساء في قطاع الصيد البحري، خصوصا تلك المرأة العاملة في الساحل، وقد اخترنا في البداية مدينة الجديدة. La région de Jadida. الجديدة ضمن الجهات المعنية بالمشروع، فهي تشتهر بمصايدها الغنية ونسائها العاملات في جمع الطحالب. Nous avons beaucoup de projets également pour l'autonomisation des femmes et je crois que نعمل كثيرا من اجل ضمان الاستقلال المادي للنساء. إطلاق هذا المشروع في شهر يونيو له دلالة حقوقية، مشروع كلفته 356 ألف دولار. نحن سعداء للمساهمة في بناء مغرب الغد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة. ستتمكن هؤلاء النساء بفضل هذا المشروع من خلق تعاونيات لتحسين دخلهن وتيسير ظروف العمل عبر استغلال التقنيات الحديثة، كل ذلك من أجل عيش لائق للمرأة. ونتابع الآن نسبة بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات. هذا النبيلة تنتهي اقتصادية هذا اليوم. شكرا لك ياسر.
الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال التشغيل والتكوين كان في صلب لقاء وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني مع وزير الشغل والإدماج المهني المغربي أحمد بن خديجة وسمير بركة. معهما التفاصيل. المباحثات بين الوزيرين همت البرامج التي تم إطلاقها في قطاعات الشغل والحماية الاجتماعية، من بينها برنامج انطلاقة، وهي الفكرة المغربية المبتكرة التي أطلقها جلالة الملك فضلا عن المخطط الوطني للتشغيل. شراكة بين وزارة التشغيل الشباب والرياضة الموريتانية ووزارة الرياضة والشباب المغربي، وكان فيها ذيك الشراكة إن شاء الله سنبدأ تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة، حيث المملكة المغربية ستبني إن شاء الله منشآت رياضية وترفيهية شبابية في موريتانيا. تحدثنا فيها على القضايا المتعلقة بالشغل وبالتشغيل وبالحماية الاجتماعية، اللي هي قضايا ديال الاختصاص المشترك بين الوزارتين، وتحدثنا عن جميع البرامج المتعلقة بهذه المجالات، الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يمكن أن يشكل بداية جديدة ويعطى انطلاقة جديدة للتعاون بين الأشقاء. ويقوم وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني بزيارة عمل للمملكة المغربية، أجرى من خلالها مباحثات مع عدد من الوزراء المغاربة، كما قام أمس الأربعاء بزيارة للقرية الرياضية بطنجة. في شأن الحزبية، الحماية الاجتماعية بالمغرب بين الحكمة والتمويل موضوع لقاء عقده حزب التقدم والاشتراكية بهدف تعميق النقاش وبحث آليات تنزيل هذا المشروع الهام. أحمد العلوي وسمية بركة. تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة موضوع استأثر بالنقاش والمدارسة في هذا اللقاء لحزب التقدم والاشتراكية، والغاية تبادل وجهات النظر والتعرف على هذا المشروع وآفاقه المستقبلية وإشكالاته المطروحة كذلك. هناك إشكاليات اللي غادا تطرح بعمقها، وأن هذا كاين تغطية اجتماعية بالنسبة لبعض الفئات، وهذا المشروع غادي يوسع التغطية الاجتماعية، بما أنه قد يكون في مدة معينة تعايش ديال الأنظمة مختلفة وبخدمات مختلفة، وخص الاشتغال على كيفاش يمكن لنا نلقى واحد الانسجام في بينها وواحد الالتقائية فيما بينها. هذه إشكالية كبيرة. ورش مهم يتوخى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب ليجعل منها أحد مجالات التدخل الاستراتيجية وذات الأولوية للوقاية والتقليل من مختلف أوجه الهشاشة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة. التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات محور ندوة دولية بالرباط، والهدف تبادل التجارب الدولية المسهمة في تحقيق التنمية المستدامة. رضا عما وأمين عموري. تقديم المستجدات الاستراتيجية للمملكة المغربية وتبادل البرامج والتجارب الوطنية والدولية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والانفتاح على البرامج والسياسات المعتمدة للرفع من نسبة مشاركة النساء في النمو الاقتصادي والتنمية محاور ضمن أخرى طرحها هذا اللقاء الدولي. في المغرب اليوم عندنا سياسة عمومية متعلقة بالمساواة اللي هي الخطة الحكومية للمساواة، عندنا برنامج وطني مندمج اللي هو مغرب التمكين، برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، وهذا البرنامج لم نريده فقط أنه يبقى واحد البرنامج نظري، ولكن تمت المصادقة عليه في اللجنة الوزارية المعنية، وهذه فرصة مهمة كذلك لإعطاء التقرير المغربي لتوزيعه على المشاركين، تقرير الدورة 65 اللي هو تقرير مفصل شامل يتضمن كل المنجزات التي حققتها المرأة المغربية. وبالموازاة مع تعزيز مسار دعم المساواة بين الجنسين والذي يشكل اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، تم وضع برنامج مغرب التمكين هدفه تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا. النقاش هذا اليوم يدور حول مشاركة وإدماج النساء في سوق الشغل، وهي ندوة تندرج في إطار تعزيز دور المرأة اقتصاديا، الشيء الذي انخرط فيه المغرب من خلال برنامج التمكين لسنة 2030.
النهوض بقضية المرأة خاصة في مجال تمكين النساء اقتصاديا أضحى مطلبا أساسيا لتأسيس مسار تنموي من شأنه تعزيز أدوارهن الاقتصادية والاجتماعية. بالدار البيضاء فتحت الحمامات التقليدية والعصرية أبوابها بعد إغلاق دام لأشهر طوال أملته الإجراءات الاحترازية المتخذة لتطويق وباء كورونا، قرار لقي ترحيبا من طرف العاملين بهذا القطاع. ليلى عسلي ومصطفى ودع. بعد أشهر طويلة من الإغلاق كإجراء وقائي ضد فيروس كوفيد-19، ها هي الحمامات بالدار البيضاء تفتح أبوابها اليوم وتستعد لاستقبال زبنائها من تنظيف وتعقيم. الإجراءات الوقائية والصحية تظل شرطا أساسيا يتعين احترامه لحماية المستحمين والعاملين بهذا القطاع على حد سواء. الإجراءات اللي لازمنا علينا ناخذها وهي 50%، ما نقدروش ندخلوا بزاف ديال الناس، واخا يكونوا الناس غادي كل واحد غيشد النوبه ديالو، وغيكون واحد التباعد ديال واحد جوج متر وكل واحد يعوم في بلاصتو. حلينا وكنديروا التعقيم لطواياج المسائل كلهم كنديروا التعقيم، ودابا يعني باش تستقبل الزبناء ديالك في احسن ظروف، فهمتي؟ يعني ويكون التباعد. إعادة فتح الحمامات شكل خبرا مفرحا بالنسبة لمحمد وغيره من العاملين هنا. بعد طول انتظار تنفس السعداء واستأنفوا العمل، فالقطاع يشكل مصدر الرزق للعديد من الأسر. مزيان لينا حنايا ومزيان الناس اخرين، رانا سرمحنا مقاسميتهم وقت ما تسير كاين تما سميتو تمول الحمام راه محن. الحمام اختي كيخدم مولات الرزمة والكسالات والراجل في لاكيس والناس اللي في الفرناتشي، يعني هاد الناس كلهم كيخدموا على قبل وليداتهم على قبل عائلاتهم. يعني احنا كنتمناو باش الحمام يبقى ديما حال، حيت احنا راه المعيشه ديالنا عين من الحمام، وكنطلبوا من الناس باش يحترموا تباعد. قطاع الحمامات يعد بين القطاعات التي تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، واستئناف نشاطه بالعاصمة الاقتصادية على غرار عدد من مدن المملكة يعد بمثابة انفراجة، وإن كان كبح كورونا يتطلب الالتزام بكل الإجراءات الوقائية. وجهتنا الآن المحطة الثلجية أوكيمدن التي شهدت توافد أعداد هامة من الزوار بمناسبة العطلة المدرسية، لكن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا حالت دون الاستمتاع بجمالية الثلوج بسبب إغلاق المحطة. أمين أعلام حسن مسكور وعبد الإله الشاب. اصطفوا في طوابير طويلة أمام حاجز نصب في مدخل الطريق المؤدية إلى محطة الثلجية أوكيمدن. هم زوار يعتادوا التردد على هذه المحطة في هذه الفترة من السنة للاستمتاع بجمال الثلوج ولونها الأبيض، لكن أملهم هذه المرة في معانقة طبيعة أوكيمدن الساحرة خاب بسبب جائحة كورونا. أنا كنت جاي لأوكيمدن مي حبسونا الطريق، حبسونا قال لك سي انتيردي دو باسي أوكيمدن، ما يمكنش دوز أوكيمدن. بياض ساحر وسكون رهيب يخيم على محطة أوكيمدن، وهي التي تستقبل آلاف الزوار من المغرب ومن الخارج في موسم الشتاء، ما يخلق رواجا تجاريا مهما. اليوم الصورة مختلفة وسكان المنطقة يتحسرون على الخسائر التي تكبدوها بسبب الجائحة. عندي سيارة الأجرة نقطة الانطلاق أوكيمدن، رحنا مقهورين لأن عندنا حنايا هذا الموسم ديال الثلج اللي عندنا دابا، هذا هو فين كنترزقوا دابا، وكنطلبوا من المسؤولين واخا يعتقونا في هذا العطله اقل ما امكن، واخا غير 50%، وحنا راه عامين هذه ما خدامينش. حنا كنخدموا غير في الوقيته ديال البرد من العام للعام، ان شاء الله الرحمن الرحيم يعوضوا لنا هادشي. إغلاق محطة أوكيمدن جعل العديد من المتوافدين على المحطة يعرجون على منتجع أوريكا، علهم يقضون أوقاتا ممتعة تخفف عنهم الضغط النفسي الذي تسبب فيه الفيروس اللعين. نتمنوا من الناس يجيو يزوروا منطقة استيفان ما أوكيمدن، الحمد لله في القهوة وفي الريستورات هكا كاين المسافات الأمان، كاين التعقيم، كاين كل شيء، كاين الحمد لله متوفر. وبقى اللي دارت معنا السلطات راه نتقنوا بالحرف، تتمنى اللي يزور المنطقة يجي مرحبا به. أمام الضغوط النفسية لجائحة كوفيد-19 تبقى الفضاءات الطبيعية الملجأ الوحيدة للترويح عن النفس، لكن الترفية تحتم الالتزام بالتدابير الوقائية إلى حين انفراج هذه الأزمة.
بالميدان الرياضي، خلال ندوة صحفية كشف الناخب الوطني وحيد حالي لوزيتش عن اللائحة النهائية للنخبة الوطنية التي ستخوض مباراتي موريتانيا وبوروندي برسم الإقصائية الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. محمد بن تركة ومحمد الناصري. Bonjour tout le monde. On s'est pas vu depuis certain moment. الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش تحدث بإسهاب خلال ندوة صحفية عن جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على كرة القدم. اليوم الجميع يعاني من هذا الفيروس الذي أفرز الكثير من الصعوبات في مختلف المجالات عبر العالم، وطبعا نحن الرياضيون أيضا عانينا من تداعياته كثيرا. وعبر بالمناسبة عن قرار أندية أوروبية رفضها السماح للاعبين المحترفين الالتحاق بمنتخباتهم الإفريقية بسبب الفيروس اللعين. وطلب الناخب الوطني من مختلف الجامعات الإفريقية الاحتجاج والضغط على هكذا قرارات من أندية أوروبية. لماذا هناك تمييز في التعامل ما بين لاعبي أوروبا ولاعبي إفريقيا؟ أتمنى من جميع أصدقائي في جميع المنتخبات والأجهزة الإفريقية أن تقوم بمجهودات من أجل النظر في هذا الملف. وكشف وحيد خليلوزيتش عن قائمة اللاعبين لمواجهتي موريتانيا وبوروندي تواليا في الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021. وحملت القائمة بين طياتها أسماء جدد على غرار سفيان شكلة واللاعب آدم مصينة الذي فضل حمل قميص المنتخب الوطني على حساب المنتخب الإيطالي، كما سجلت اللائحة عودة اللاعب طنان. كما ضمت القائمة الأسماء الوازنة ياسين بونو، يوسف نصيري، أشرف حكيمي، حكيم زياش، غانم سيس، منير الحدادي، وأربعة لاعبين يمارسون بالبطولة الوطنية، أنس زنيتي وسفيان رحيمي من الرجاء البيضاوي ويحيى جبران وأيوب الكعبي من الوداد البيضاوي بعد تألقهم الأخير بالشان مع المنتخب المحلي. الناخب الوطني أكد أن عدم مجيء الأسماء المستدعاة لأي سبب كان هو رفض واضح من اللاعبين لحمل القميص الوطني، واعتبر وحيد خليلوزيتش معسكر الأسود مهم للغاية خصوصا في هذه الظروف. يذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتصدر المجموعة الخامسة بعشر نقاط. ونختم بقرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد نقل تنظيم الدورة 36 من البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس نسخة 2021 من الجزائر إلى المملكة المغربية. وذكرت الهيئة القارية لكرة اليد في بيان على موقعها الإلكتروني أنه بالنظر إلى الوضعية الصحية في الجزائر المرتبطة بوباء كوفيد-19 وما ترتب على ذلك من قيود مفروضة على التنقل، تقرر نقل تنظيم هذه البطولة المقررة أصلا في الجزائر ما بين 20 و29 مايو المقبل إلى مدينة أكادير بالمغرب خلال نفس الفترة، وسيتم الكشف عن تاريخ تنظيم القرعة الخاصة بالبطولة في وقت لاحق. ختام المشاهدين تذكير بأبرز محطات الخبر للنشر الرئيسية لهذا المساء. بمراكش اعطاء انطلاقه تنفيذ الاتفاقيه الاطار للشراكه الخاصه بالزاميه التعليم الاساسي للحد من الهدر المدرسي تنزيلا لمضامين اعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء. الحمله الوطنيه للتلقيح ضد كوفيد-19 متواصله عبر جهات المملكه، وتاكيد من الوكاله الاوروبيه للادويه على ان لقاح أسترازينيكا امن وفعال وغير مرتبط بخطر اكبر بحصول تجلطات دمويه. السوق التضامني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بالدار البيضاء تجربة فريدة تمكن التعاونيات الفلاحية من عرض منتجاتها بطريقة عصرية. 4 سنوات مرت على هذه التجربة والحصيلة إيجابية. مستويات مقلقة من التلوث بلغتها مياه وادي أبي رقرق بكل من الرباط والسلة نتيجة تسرب مخلفات مطرح النفايات بمنطقة أم عزة، الأمر الذي يشكل تهديدا للمنظومة البيئية بالعاصمة. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، أطيب الأوقات على الأولى.